واللي ما يفكر ابدا ان ابعد عن حياته هذه ودائره حياته ما يفكر ابدا، يفكر في شهواته ورغباته ونزغاته، ابعد من كذا ماشي عنده. يعني الله تعالى خلقك لدارين، دار الدنيا ودار الاخره، هذه فيها حياه وتلك فيها حياه، والحياه الثانيه اما سعاده واما شقاوه على حسب ما كنت انت عليه هنا في الدنيا، فانت اختار لا دار للمرء. تحفظون هذا البيت عدتم. بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فمن بناها بخير طاب مسكنه بشر خاب بانيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها. الموت باب وكل لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فمن بناها بخير طاب مسكنه، ومن بناها بشر خاب بانيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، والطير تجري على الأغصان عاكفة، تسبح الله جهرا في مغانيها. الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب ما الدار. هل سألت نفسك؟ الموت جاي جاي، كل دقيقة تقرب لك الموت. كما يقول شيخنا الخليلي حفظه الله، يقول الناس في الدنيا كالسجناء المحكوم عليهم بالإعدام، نص الحكم في القانون الرباني، كل نفس انتهى ذائقة الموت، فأنت نفس محكوم عليك بالإعدام في سجن الدنيا، لكن متى ينفذ حكم الإعدام ما معلوم. الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة خلد إن عملت بما يرضى الإله، وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للناس غيرهما، فاختر لنفسك أي الدار تختار، فريق في الجنة وفريق في السعير، فأنت اختار. هذا اللي يتبع شهواته، أما دعتك شهوتك للحور العين الحسان، الحور طيب، هناك شهوة لكنها أعظم، يعطى المجامع شهوة 100 رجل، يعني 24 ساعة كذا إلا شغلة، يعني تلك الشهوات وهذا العشق الصحيح، أن يعشق الخالد الباقي الدائم الذي لا انقطاع فيه ولا من يدانيه. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن أين المشتري، فلقد عرضت بأيسر الأثمان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان، يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا ذو التقوى مع الإيمان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، يا سلعة الرحمن أين المشتري، فلقد عرضت بأيسر الأثمان، يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان.
لو كنت تعلم من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمار، أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان. ولقد وصفت طريق مسكنها فإن رمت الوصال فلا تكن بالوان. أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزماني. واعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكان. واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان. واجعل صيامك، يعني ينتهي الصوم لما نعيد. يا أهل الإيمان يا عشاق الجنان، لما نعيد خلاص انتهى الصوم؟ لا، نحن صائمين، إفطارنا في الجنة، إفطارنا في الجنان إن شاء الله. ونحن بإحرامنا، كل مؤمن محرم ويحل إحرامه في الجنة.